أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تشرع زيارة بقاع المعذبين للاعتبار استدلالا بقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وما هو الأدب الشرعي في زيارة بقاع المعذبين؟ أما قصدها والسهر إليها فلا يجوز، وأما إذا مر بها في طريقه فلا بأس أن يدخلها بشرط أن يكون باكيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. فإذا مر بها في طريقه وهو ذاهب إلى غيرهم فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار، أما أنه يسافر لها ويقصدها فلا. نعم.